السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، مساكم الله على كل ما يسركم ويفرح خطركم ويبعد عنكم كل شر وضر. قوم يعلى الله يبارك فيكم. البرنامج حافل أول بادي فطوري وين بيكون؟ قرب دبي بين سيح شعيب والسمحة، مكان يربطنا فيه ماضي جميل، مكان في ريحة الطيبين، في أشياء وايدة. إن شاء الله لما نوصل بتعرفون وين موقعي اللي أنا ساير أصور وأفطر فيه أنا. وفي ما بنفتح الموضوع لأن فتحته بينزلق لساني بطري وين أنا ساير، وأنا ما أريد أطري وأخبر وين أنا ساير لين أوصل وأصور لكم الواقع الجميل. بفطر أبوي عند الجماعة وين أنا مدعاي، أو بعيد من الله خير، وإذا الله راد بيب وضري بصلي بعيد من الله خير العشاء. وخلاف وين بسير؟ بسير بارك الله فيكم شي زاري بشوتي اللي في المارينا، اللي في المارينا مول. شو السبب؟ ما خبرتكم، قلت لكم أنا ما يعجبني العجب، ما يوزلي إلا الشيء الشيوخي والملكي والفنان واللي أسعاره معقولة، والشيء الأصملي لولايتي اللي يدوم ولا يخترب ودايم الله سبحانه وتعالى. هذا شيء وصل اليوم الصبح وبينعرض أبوي اليوم، وأنا أول واحد بصور لكم المنتج الجديد، مال المنتج الجديد الكلاسيكي الفنان اللي ماشي ولا شركة في شنتي الدنيا العودة سوت من هالموديل أو هالبراند أو نوعية الجلد هذا اللي ما تدستوى شرات بعد. شيء فخم وفنان، وإن شاء الله مثل ما باخذ حق عمري أني بصور وبرويكم شو اللي موجود عندهم، شو الموديلات الجديدة اللي الحين نازلة بعدها ما نزلت السوق الحين. مثلا العصراني هذا جالسين يصففونها ويعدلون ويرتبون لجل ينعرضن إن شاء الله ما بعد التراويح اليوم. فاليوم أول مكان بتشوفون البراند الجديد اللي هو التشكيلة الجديدة من البراند مال شيساري باتشوتي بتشوفون على سناب خالد الخالدي، إذا الله جعلنا من الحيين وجعل في العمر بده لين اليوم في الليل. الواحد لأنه ما يعرف عمر في الدنيا يضمن عمر لين بعد ثانية محل الضهر من الله سبحانه وتعالى. فلازم يقول إذا الله جعلنا من الحيين أو إن شاء الله، إذا الله راد، إذا الله سهل سهيل الله، هذه كلها تنقال كلمة إذا الله راد وإن شاء الله، هاي كلمة تنقال وايد ضرورية. أقول أنا بسير المكان الفلاني، لا، إن الله راد سرت، وإن الله ما راد والله ما سهل ترى ما بتسوي لي سير لأن الله ما يريد. لكن أنت عقلها وتوكل، الإرادة موجودة، وإذا شيء عذر ترى رب العالمين يختار لك اللي فيه الصلاح، رب العالمين يختار لك اللي فيه الفائدة. أنت نويت تسير، إذا الله ما سهل لك هذا الموضوع تأكد أن الله سبحانه وتعالى يبقى بقل سيرك المكان هذا، يبالك الخير، يبالك العز، يبالك الرفعة أنك ما سرت المكان. لو نفترض يكون بيت من يكون ما سرت لجل شيء الله سبحانه وتعالى متدخل لك أنه يكون بتصير مكان أحسن عنه. استوت العزيمة هذه وانت ما حضرت العزيمة، رب العالمين رايد لك الرفعة. ما تعلم الغيب، يمكن أنت وجودك في المكان هذا تحصل كارثة أو يتسوي مصيبة أو شياته. مثلا أنا بعض الأحيان تيني صور، بمحمد ليش ما حطيت الصورة مالت بنتي اللي طرشيت لك إياها، وطرشت لك صورة وليدي، أو طرشيت لك صورة أخوي صغيروني، أو صورة يدي، ليش ما حطيتها في الستوري عندك؟ ما عليه، مايا أنا ما برو ما حط شيء، بحط إذا في حدث جميل فنان يليق بمستوى المتابعين ومستوى العالم اللي طالعون برو مظهره. واحد محتاس يالس بطريقة غلط، واحد يتكلم بطريقة بذيئة، ما رو مظهر أبوي أنا كل شيء للعرب، عيل شيء وايد.
البطن ضام العيش واللحم، ضام شيء وايد دون العيش واللحم. ما الإنسان ما بكل ما به يظهره، لا، اللي بيطرش شيء لازم يطرش على الواتساب أولا، وثانيا فويس صوت يكتب يقول أن أباك تحط لي الشيء هذا، وأنا بحتفظ بالصوت العمري، لكن ضروري أسمع منه. السبب ترى بعض الأحيان يجيني تيني رسالة، هذا والله هذه خالتي متوفية، والله الله فينا حط لنا حسب الواد متي العزاء والواد متعرف وين. زين انتو تدرون من مدة ان حطيت صورة حرمة، حرمة وكاتبين تحت نعي وحاطين كل شيء، والحرمة حية ما ماتت، تصلوا بعيالها كيف تحط صورة يدتنا وكيف تحط صورة امنا، وليش تقول ان امنا ميت امنا حي بخير وسهالة ولا لا 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 لا, لا. يعني هل اني انا عق عمري في تلة لجل واحد انا ما اعرفه؟ ما ليش في العقل، ما ليش في العقل ابدا. ثانيا انا احط الناس اللي اعرفهم، جماعتنا من هاليتنا من طوايفنا من ناس انا اعرفهم بين وبينهم علاقه صداقه، احط الخبر. يا غير ناس ما اعرفهم يدقوا لي تليفون من شرق ولا من غرب، او يطرش لي يطرش علي ولا يطرش لي مسج، هذا شيء يعاقب عليه القانون، اصلا القانون يعاقب عليه. لو راعي لو ولدها الحرمه الله ما هدا هاك اليوم، يروح حتى يشتكي علي ويعقني في سجن ما اظهر منه، شو بيظهرني وانا جات الحرمه على اساس حرمه حي وخير وسهاله ولا تشكو باس، بيقولوا بيتفاول على بنتنا ولا واحد والله مطرش لي ولين الحين تمسح صورة ولدي. ليش ابوي؟ قلت ابوي هالحرمة مطرشتن لي. قال ابوي الحرمة ما في حاسية، لو في حاسية ولدنا بينضلونه، هي بينضلونه ولد الزناتي خليفة، كره الله تاجل تغمه الليلة، يعني روح ابوي استغفر الله العظيم. يعني مستغرب من حد من العرب، يعني ما في اتفاق بين الزوج والزوجة ويطشون يعني والله عيد ميلاد ولدنا ولا اليوم ختان ولا اليوم طلوع ولا اليوم عزراي، ودنا نفرح العرب، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، اي شيء اي سيل يغطي على وادي، هذه مصيبه. ما تعرف كيف بترضي العرب، رضاء الناس غايه لا تدرك، مصيبه. انا رضيت الحرمه نقمك الخاله، نقمك الخاله رضت، شوف مصيبه. سيرون بعيد، والله يبكم يا ودي ووديات، رجال طول طول وعرض عرض، يعني حرام أقول لكم، من أقبل على العرس ثلثين صار نشت رجل سند وبند وعلم وخبر، ويهمات وياه وعندك ودونك، وهو وقف وياي وصورنا وعندك ودونك، هو يبى أنا شوفه، أنا أي حد أصوره ما أصوره إلا إذا هو يبغي، إذا هو ما يبغي مستحيل أصوره هنا، لو ينجلب الحب شب مستحيل، ما عليكم التمثيل. هذا أولا اللي يتغشى شرات هكذا متحيدونه يتمنى عنه هنا الراغبات، يوم ياخذ السيارة الله يحفظه، نسيت راعي مقوي وين أظني ولا راعي دبي والله ما أدري بي من هالوين، لكن ريال خير اللي خذ سيارة صلاح استوت سالفة كل يوم الحفلة بسفرته. انزل ربي حتى صرت بعيد عن سالفتي الأصلية، المراد رجال طوله طول عرضه، أقولكم ما وصلت البيت إلا المعرس وأبو المعرس وأخوانه، ألف تليفون ياني وألف مسج، دخيلك يا أبو محمد، الرجال حلف مليون يمين لأنه ما يقر ولا لا لا لين يمسح خالد صوري اللي في جاينا مصورن إياهم في حسابه. ليش تعرفون ليش؟ هذا حد من الرياييل الله يحفظكم يتروع من حرمته، أو أن حرمته تقول له إيه حين تصورك الخالدي بيشوف أنك يميع الحرمات وبيشوف أنك يميع البنيات وبيغازل أنك وتنقم نقمة وتحط له السجين في الماء. فهو شي يسوي هالقرقعة كلها وهالصدع على حساب منو؟ على حسابي أنا، أني أنا ما شاورني خالد، إن شاء الله منو هذا اللي متحضن خالد ويصور وياه ويبربر ويشوف التليفون، تكون شخصيتهم مهزوزة أو يتروع، ما شيء مشكلة، حرمك تحبك وانت تحب حرمك وتغار عليك وتغار عليها على العين فوق الرأس، ما شيء مشكلة، لكن لا تحملني أنا مسؤولية، صورني ما خبرني، كيف يعني صورني ما خبرني؟ ليش في العقل صورني ما خبرني؟ ما حد يصور حب بدون ما يخبره، والله العظيم انها مصيبه، بعدها مصيبه عوده. يقول لك تيك التهايم وانت نايم،
فيك انت هاي متنايم. تعب اخبركم بعدلون لبستي هاللبس الفنانه بخرب عليها الكرسي، لكن بغير الموقع بسير هناك بسير مس وياك بسير هاك المكان ناكل هاك المكان لبستي بتغدي يا خيار. شو رايكم؟ يلا فالموضوع الله يحفظكم اللي ناوي ارمسكم عنه، المفروض ارمسكم قبل كم من يوم والله، ويا غير انا شوي وني وني والاحداث وايد وسيره الميل. بس اليوم الله مالك الحمد بخبركم عن نحن كاسره او كمجتمع، مجتمع في دوله تحب الخير تحب المساعده تحب بذل قصارى جهدها لاسعاد الاخرين، من اكبر راس في الدوله الى اصغر شخص الى حكومتنا كامله بوزارات بناس بشعبها. نحن شعب متساعد، شعب يحب الخير لخارج الدوله لداخلها للناس الاجانب وللي داخل الدوله. فحاليا يوجد شريحه كبيره من الناس ما عندهم اللي يدون ديونهم او معسرين او حصل عليهم ظرف من ظروف اللي الله كاتب عليهم انهم حصل ظرف من الظروف بتجاره او في بنيان او بيع او مشترى او علاج او اي شيء كان. المهم نحن كمجتمع اماراتي لازم نساعد باللي الله مقدر، ما بلازم انت يكون عندك ملايين او يكون عندك مليارات وتعطي لبيع، عطي حتى لو 10 دراهم يتبرع بهن صندوق الفرج، لان صندوق الفرج انا سويت يعني صرت لين عندهم ويلست مع عده اشخاص تحيدون صقر نعيمي اللي ياني وغمسني وطرشوا لي كتيبات قريتن، ولان مجهود اللي يبذلون صندوق الفرج شيء فوق عن الخيال، تعجز عنه دول يعني تعجز عنه كبار الدول كبريات الدول تعجز عنه. فالمحتاي ما بلازم يكدق عليك الباب، المحتاي ما بلازم انك تشوفه يوعان ما عنده شيء ياكل، هذا المحتاي. المحتاي لي وراء قضبان السجن، المحتاي هذا اللي ما برايم يكد على فريجه، لان المعيل الوحيد الفريجه لبيته عنده عيال وحرمة منو بيكد عليهم في السجن، معيل الأسرة في السجن منو يكد عليهم منو يصرف عليهم منو يقضي حوائجهم منو يدرس عيالهم؟ صندوق الفرج. هاي الأشياء أنا ما كنت أعرفها أبدا، صندوق الفرج يقوم بشيء ما تقوم به حكومات يعني، وهذا كله ما عندهم رأس مال، لا عندهم مال الله ومال المحسنين اللي حصلونه من شرق ومن غرب في تشوبة ضيجة المعسرين اللي في السجون. وليه في السجن؟ لا بلازم يكون مجرم ولا جاتل ولا ناهب، ليه في السجن؟ سبحان الله استوت له مشكلة، استوى له ظرف، حال بينه وبين تأدية الدين اللي عليه سواء كان كثير أم قليل، الدين وايد ولا شوي اللي عليك يا الإنسان. من الآدمي إذا يفتش كربة إنسان في الدنيا شو لك أنت في الآخرة؟ رب العالمين يفتش عنك كرب الدنيا والآخرة، والسب أنك أنت أسعت على إنسان محتاج، وبالأخص اللي في الكربة المعسر هذا أجره عظيم، أجره بعيد أخير عن اللي يجسم بيزات شرق وغرب للي يستاهل واللي ما يستاهل. لا، اللي في السجن هو اللي يستاهل أكثر، 600 ودي على الإنسان الطليق، لأن الإنسان السجين انفتشيت عنه بتتصلح أسرة كاملة بيربي عياله. الله العظيم يا جماعة الخير، يعني أعرف رجال حاليا في لندن الله يحفظه، والله يا أبوكم يعني أحيده ما يخط في أسبوع ما يطرش موظف من مكتبه، مكتبه كان في الكرنيش، يطرش موظف المحكمة ويشوف اللي عليهم ديون قم ب5000 و10000 و20000 وما عندهم وجردهم في لستة ويجيبهن. والله يا ابوكم يدني يدي عنهم، واني ما عرفت، وهذا منه اليه ترى على فكرة، اذا تدي ديون المعسرين عن طريق جمعية خيرية مثل صندوق الفرج
هذا أضمن من أنك أنت روحك تصير تدقدق على البيبان. لا، أنت ما تعلم الغيب، هالمال اللي بتعطيهم إياه أنت شو بيستغلونه حقه، ولا بيقولك والله نحب نسوي المشروع الفلاني في البلاد الفلانية وأنت بتعطي شخص. لا، لازم جهة، نعم لازم على تروح المبالغ الجهة خيرية معترف فيها من الدولة، مؤسستنها الدولة، مد الدولة قائمة على الإشراف على طريقة التوزيع. شيء وايد مهم اللي بيعطي ما يودي أندبوا البلاد الفلانية. البلاد الفلانية تدريب هاي صليج ولا عدو، تدريب هالآدمي اللي توديته المبلغ ودعته بيزاتك شو بيسوي بهن؟ بتقول هودمته؟ لا، هو مبلغ هودمته، رب العالمين عاطنك أنت مخ وحواس تفكر وتعرف. ما بتقول والله هودمته؟ لا والله ما يستوي هودمته، أنت هذا كله في ذمك، أي شيء غلط بيستوي في ذمك أنت، لأنك ما حطيت زكاتك ولا صدقك في المكان المناسب. لذلك في أطيعوا الله والرسول وولي الأمر، هل صندوق الفرج وغيره، ولك بالأهم عندي أنا صندوق الفرج، إنه متأسس بتصريح من الدولة وبإشراف من الحكومة من القيادات، التابع شو استوى شو دخل شو صار شو منو سوى منو ما سوى. هذا كله وايد ينفع الدولة داخل. ترى الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. هبنا عندي خير ومال، ولا تصدق ولا أعطي ولا أفرح زيد ولا عبيد، لا خير في مال يقل نفعه لو هو مثل الطعوس يهال، لا خير في مال يقل نفعه لو هو مثل الطعوس يهال. شخانة المال وأنا عندي سيف وسيفي في اليبل، ما أفرح أسرة، ما أفرج كربة إنسان مكروب، أفتش عن حيرة إنسان مستعسر ما عنده يدي معسر، روح مصيبة حد من العرب. متفتش أنت كربة إنسان مسلم بيعود له أبوه ولا أخوه ولا عمه ولا ولي اللي قابض البيت، هذا بيظهر من سجنه لو بتدي شيء البسيط. من عندي أنا 500، من عند هذا 200، من عند هذا 50 ربية، من عند هذا 20 ربية، رب العالمين بيطرح البركة، بيطيح مبلغ وايد، قطرة على قطرة يضول غدير، قطرة على قطرة يضول غدير. أنت لا تستقل الشيء أبدا، عند الله كل وايد، هذا رب العالمين بيخلف عليك بالخلف الصالح، رب العالمين بيخلف عليك بالخلف الصالح. لازم كم يسوي بتفرح أسرة ولدهم بيهم من عقب سجنه عليه مبلغ عليه دية، كان حادث ولا مستوي عليه طايح من عنده حد وميت عنده في السيارة، ترى يلزمون بالدية. الدية هذه 200,000 ولا 300,000، منو عندي يدي 100,000؟ ما حد. سنة 2009 تأسس صندوق الفرج. 2009 شو صرفوا وكم حصلوا من هذاك الوقت؟ تبارك الرحمن الرقم هذا مكبره، 84,706,265 درهم، 84,706,265 درهم. الدوبهن عن 6,202 سجين تأدى عنهم المبالغ هذه واظهروهم، 6,202 آدمي اظهروا من السجن بفضل الله وثم فضل هالمبلغ اللي تجمع من المتبرعين. كم عائلة؟ 836 عائلة من عوائل السجناء تم صرف عليهم من مدارس وعيال وعلاج ومواصلات وكتب وكل شيء يخص عوائل السجناء من هالمبالغ. كم لك أنت يا لادمي يوم بتفرح هالكثر عائلة وبيظهر هالكثر سجين داخلين معسرين؟ ما بأنك حين مدي أنت حق إنسان مجرم أتال أتلة، لا، الدية هذه قتل إنسان ميت عندك بطريق الخطأ،
داعم سياره وانت سيارك ما بمأمنه طايح من عندك تدافر وياه وتوفى انسان كسر انكسرت سيارته وانسرق بيزات مال البنك عنده ولا اللي هو مليون وجه وجه انت بتساعد العرب فيه. بس باجي انك انت يا الانسان يكون عندك تكون رغبة المساعدة في وجه الله، لوجه الله تبغي تساعد، مش مرائي صوروني تراني اسوي الشيء الخير لفلاني، صوروني تراني اعطي فلان، صوروني. هذا ابو يصدقك هي والهوى واحد، عطيك هي والهوى واحد. لا تقول انا اشجع اللوادم، ابدا شجع اللوادم مره مرتين، لكن واجف يالس تمشي ساير سوق جاي من سوق، صوروني اسلم على هذا الفقير. شو هذا إنان؟ هو رب العالمين حد يضحك؟ انت تضحك على عمرك، انت وين بتروح انت؟ الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر اللي في خاطرك. شو انت ايش لجله تسوي الشيء هذا؟ ايش اسبه تسوي الموضوع هذا انت؟ فالمفروض كلنا نحن كأسرة إماراتية، على فكرة الرقم هذا اللي تشوفونه اكثر عن 40% من المتبرعين، هذا مش مواطنين، اجانب لكن عايشين ويانا. اجانب فيهم من هندي، فيهم من سوري، فيهم من فلسطيني، فيهم من اجنبي، فيهم باكستانيين، فيهم اجانب امريكان. اللي تعايش معانا في هالبلاد ياخذ يكتسب جين الكرم ويكتسب جين فعل الخير، اي انسان يعيش في هالدوله. فما بالنا نحن كناس مواطنين. ما اقولكم ادوا الوايد، ولا اقولكم عطوا ما وراكم ودونكم، ولا اقولكم خفوا عن عماركم ووفوا غيركم، لا. لو الجليل صندوق الفرج يدي عن اسر ويقوم بإعادة يعيل كذا اسره لسجناء، ما بلا سجناء ابو ظبي، سجناء ابو ظبي وكل سجون الدوله، كل سجون الدولة، وما شيء فئة معينة، كل الفئات، أي جنسية، اللي محتاج تذكرة، اللي محتاج حق عيزان عن أجار، اللي محتاج حق كهرباء، هذا كلها سبل الحياة. ناس ترى حصلانين، ناس حصلانين عن عمارهم حتى قوت يوم هم يايدون، مش غلط. رب العالمين يوم أعطاك هالأمانة لجل أنك أنت تشوف فيها ويهلا. ترى العيال أمانة، الرزق أمانة، الخير أمانة، هذا كله اللي نحن عايشين فيه هذا كله أمانة. رب العالمين يجس نبضك أنت، شو بتسوي في هالخير اللي عندك؟ كنز تكنز حق خلافة تيهم طيور بلية مناجيب، وانت شو بتجابر ربك فيه؟ بتجابر ربك شي بتجابر ربك أنت وانت ما قدمت شيء لمستقبلك؟ باكر يوم الله بيحاسبك، ولا انك انت ميزان حسنات خالي يتقرقع يصفر، ما في شيء، ما سويت شيء، اللي سويته كله صار هباء منثورا، اللي سويته صار هباء منثورا. اسب ابوي هذاك سويته مرائي ترائيبه العرب، صوروني وسووا لي وما ادري وحطوا اسميه وقولوا اسميه فلان، انا عطيت وانا سويت. هذاك القبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن مرائي معروف رب العالمين هو اللي يعلم بك انت. لا تقول فلان بيحكم علي، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم بسراير غيبك ويدري بك انت. يوم ظهرت المبلغ هذا وديت الجهة الفلانية، ابغات وجه الله ولا ما ابغات؟ يمدحونك العرب، هذه مصيبة كبيرة. حد من العرب حين يقص على عمره وعايش في هالحلم، متى بتنش من هالحلم؟ صندوق الفرج أغلبية اللي يتبرعن حريم، حريم أجنبيات ومباطنات، ولا يبن حد يدريبهن، ما يبن حد يدريبهن. كم يسوى هذا يوم يعني الخبر؟ فرحت وكم الهم الأجر؟ كان ذكور ولا إناث؟ كم الهم الأجر؟ الله يفتش حيرة كل مسلم ويعفو عن كل من يساعد إنسان معسر، سواء في سجن ولا غير سجن. لكن أنا وجهة نظري اللي في السجن بعيد
اللي خارج السجن يقدر يدبر عمره شرق غرب يمين يسار، لكن اللي وراء القضبان، اللي وراء القضبان السجن، هذه مذلة، ما شيء عقبها مذلة، مذلة كبيرة انك انت تازم في السجن. انت حين تجلس في حجرة ساعتين ثلاث ينينونك، ما بالك سجن وتارك وراك ام واخ واخو وحرمة وعيال، منو لهم من عقب الله؟ هذه ما لهم الا انت. وانت وحينه الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبكم الرحمة، يكون تظهرون اللي الله كاتبنه حق صندوق الفرج. يقولون ابوي البلاد فيها وايد التيار، كلهم يتبرعون، الأغلبية التيار هاللي تشوفونهم من شيخ ومن عشيري من وزير من سفير من عالي، من كل حد يتصدق، كل حد يعطي. يا خير ما يضرون، ما يبون حد منهم، حد من العرب براي لو بتحطون اسمي ما عندي مشكلة، لكن أغلبيتهم ما يضرون. هل يشوفون كلهم عيال وايدة في مبالغ مهولة، زكاة هاللي تسمعونها عنهم فلان وآل فلان وآل فلان، كلهم أبو يظهرون، كل منهم الجميع، كلهم أبو يظهرون يساعدون داخل الدولة وخارج الدولة والجميع الهيئات الخيرية. يا الله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتهم ويحفظهم ويحفظ بلادنا من كل شر وضر يا رب العالمين، والتاجي على حكومتنا وتحفظ خليفة وإخوانه وتحفظ شعب دولة الإمارات من كل شر وضر ومن كل مكروه يا رب العالمين، وتحفظنا بجاه الأيام المبروكات، إنك تحفظنا وتحفظ عيالنا وعيال عيالنا وعيال أمة محمد أجمعين، وتوفجهم لما تحب وترضى يا رب العالمين، ويحفظكم ويخليكم، وسامحوني على الإطالة. بارك الله فيك. إنك تجعل كل ما سوى حياة الشيخ زايد في العرب الكبار والصغار اللي ماتوا والحيين والنعيم اللي احنا اللي عايشين فيه، تجعل ان شاء الله في ميزان حسنات حياة زايد بن سلطان، في حياة الشيخ زايد الله يغفر له، اللي أسع على العرب كلها وخيره وفضله من عقب فضل الله سبحانه وتعالى، اللي العرب كلها عايشتنا، كلنا حين عيشتنا، نحن وعيالنا واحفادنا ان شاء الله كله من فضل الله سبحانه وتعالى وفضل حياة الشيخ زايد. كلنا يدعي له، يدعو له في حياته ويدعو له من عقب مماته، يعلق جنة الفردوس يا أبو خليفة. مساكم خير ونور وسرور، متجه بحفظ الله ورعايته إن شاء الله إلى منطقة ما قبل سيح شعيب وغنتوت، يعني في هالمكان هو المكان اللي أنا ساير عسبه، وإن شاء الله من أوصل بخبركم عليهم الطرق السيرة وشو هناك وشو الموضوع كله من الألف إلى الياء إن شاء الله. وفي الطريق عاد نجد جديد ولا يثني سالفة ولا علم ولا خبر بخبركم عنه إن شاء الله. جميع الأسئلة تي بالنسبة للي عندهم همبة، وابتدأ حينه يفرخ من يده ويديد، اللي يفرخ هذا حين من يده ويديد أبوي خلوه مكانه. في كل الأحوال 99% من الفراخ حين ما الهمبة هذا اللي حينه هذا كله بيحت وكله بيحترج. بتيكم لواهيب بعد أسبوعين، بتيكم لواهيب تخلي الحصيد طرقع، فلذلك لا تعنوا وتصرفوا تسحلونه، خلوا مكانه، بتيه أبوي الواهيب هي اللي بتسحله. أنا اللي أطري اللي ينسحل الورد عنه اللي توه مزروع على الموسم مزروع ومظهور سهيل، وهي طولها متر او نص متر ومطعمة، فهذا الله يحفظكم اللي تظهر الهمبة اللي تظهر ورد يسحلون على الصلوب عسب تتقوى الهمبة، لان الحول ولا الحايلة يخلون الورد فيها عسب يطعمون انتاجها. هذا الكلام بعد شامل للصرم هذا النسيجي حتى اللي توها تبكر صغيرونه يدون عنها عسب تصير في قو، مثل ما اتفقنا هذا الثمر حاليا في الصغر شرات الحرمة،
الحرمة يوم تحمل وهي صغيرة تازم من دعله ما تقوى ودومها راعي تيهاد من توصل عمرها 40 تحت حتت قدت لقمة هالكبير لأنها من عرست وهي عمرها 13 أو 14 لين بنت 30 وهي فوقه قيض وشتة الحمال والربا يغير أرنبة فمن توصل 40 تقرقمت من إيها الريل ولأنها قادي كود عظام هناك قادي ما تسوى شف طعام. فلذلك ينصحون الحرمة إنها تريح بين حملتين وثلاث إلا الحرمة اللي معرسة كبيرة فوق 35 ل40 الحرمة اللي معرسة وهي عمرها 37 40 يقول لها لا تريحين حملي بعد أنت راس مالك حماجات 3 4 سنين بتوصلين سن اليأس فتلاحقي عمرك وهيلة بيس مدام أبويا عندك بيجابلك احملي يبي لك بذرتين ثلاث والباقي على وكل شيء على الله يعني شو بديت بالحيلة لكن معرسة مخر وكلم عرسة وهي صغيرة الحرمة ينبغى انها ما تحمل فوقه عسب تريح عمرها جسمها يرتاح وترى كثرة العيال هي لبيس أبوي البركة يوم الله يطرح البركة يطرح البركة في واحد وحد من الواد ما الله يحط البركة في عيالهم كلهم فلذاك تلقط العيال كلهم مبروكين وكلها نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك الشير الصرمة يا الصغيرونة يشلون عنها الحمالها يدون عنها يدون ما يخلونه حسب تتقوى الشيرة كانها همبة عاد الهمبة والنخل الكلام هذا شامل الهمبة والنخل زينة على فكرة دلتي عندي دلتي أبوي وياي لعن تطلع دلتهم رفيع ولا شياته وتوهقنا أتم أبوي بلي قهوة لا دلتي وياي وين ما سير بس عند عرب ما تريدهم بيقولوا قهوتهم بيسوي على طبع على سلك بروحهم أنا ما فيه أسوي أتقهوي من قهوتهم قهوتهم رفيعة كان قهوتهم رفيعة ما بتيوزلي أنا أبوي ما تصلح لي إلا القهوة الغليظة ما بقى قهوة الغليظة المرة البلاكية كان هتركش كوفي لا يوزي لي القهوة الغليظة العادية يعني الحبر اللي ما تنيرع سقم ريج ما باه معذب ما زين اللي هالخط الطايح ما زين هالشارع الفنان حرم حد مشى عليه قبلنا اللي نحن كنا اللي نحن قاصين هذا الشريط مال هالشارع في منتهى الروعة محمية على يميننا ومحمية على يسارنا على اليمين وحدة وعلى اليسار وحدة نحن بهاك الاتجاه من نوصل بخبركم وين كم باجي باجيات 6 دقائق بعد المخرج الأول هذا هو المكان 3 دقائق باجي هنوصل الموقع يلا عاد مش بيدر علينا المغرب من قياس تطعطع كان أبوي في نص محمية يا سلام يا سلام يا سلام هذا حلم هذا خيال أنا وين أرضي وين سماي والله يبوك بحياتي ما أعرف المكان ولا كديته ولا ده المكان يا سلام أوهوهوهو. هذا المكان يبوك ملكي اتبع الليتات قالوا اتبع الليتات لا يمين ولا يسار اها يبوك يا من عند مناحل يفتشها نهنيها وقت البرم اسمي يبوكم بيغيل تغيل عشان اتعرف على الناطور مال هالمحمية خليني احط اركب مناحل يوم غاية البرم اي والله طعب صايرهم اسمي هلا بصره
نيشان الطريق ليتات. هي حافظ على رملة، هاي رملة أبو ظبي الأولية اللي ما تطاحها، ما تشد وطاها لا لا تاير سيارة ولا ريل مطية. هاي رملة أبو ظبي الأولية، الأولية اللي مستوينا نعرف هاي رملة أبو ظبي. هي حافظ على هالريحة هالمكان. هاي رملة أبو ظبي الأصلية الأولية قبل الدك وقبل الدفان. أنا وصلت أول واحد، هب أول واحد قلت بصور أول واحد. شفت واحد مكان ما زينه، شوف الله عليك. هاي الأرض اللي يسمونها فيرجن، بعد ما حد جدياها. هاي الأرض يسمونها فيرجن 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 فيرجن، ما وضاها ولد أمه وأبوه. يا زين هالمكان، شوف الله عليك. هذا المكان عاد من داخل الحين، هذا وين المكان لبيتيس العرب تفتر. ما شاء الله جماعة كلهم، أبو مهير، رواشد، محمد بن سالم، سعادة محمد بن سالم، هم جماعة مقيم سلطان بن إباحة، هذا مخطر. ابوي صدق يا حبيبي، كيف حالك؟ انت ولد هالرجال الفنان؟ نعم. يا حافظ عليك وعلى ابوك. اقول لك كوبي يوم هو قبل 40. هي والله ابدا نفس اللي قبل 40 سنه. والله مليون مرحبا ابو احمد. الله يرحمك على فضله. اي والله من عقب غياب 40 سنه يتحراري بعرفه. 40 سنه وين بعرف؟ لما اي والله فلاح يا ربي، من 40 سنه وين بتذكر؟ اكن ما شاء الله طبق الاصل من ولدك. الولد ابدا انت تبيك ابوك الاول، ابوك شال زين ما حد شله. شو ابويا شو مستوي؟ شوط تليفونك؟ ترند عند خالد ايه سيده. ابويا قبلك انت ابوك كان ضارب ترند الاول. شفت عرنت ابوك هذا؟ ابوك يبا كان فرجع الارض الاول. اول سياره جيتي تنخذ الدوله عنده هو. شرف. وعقب خل سيارة زد، شو لونها كانت؟ لا زد الزد. بيضة ولا زرقة كانت؟ زرقة. هذا أكبر في آي بي، ترى أكبر في آي بي في بنك أبو ظبي. بنك أبو ظبي الأول. لا وداك المستشفى وسفروك. لا يعلم بسم الله عليه، ما عليه باس تيسو الزيغونه انتو. حرام عليك، حرام عليك. الصوره بلش راشد راشد الحين بينشر هذا المقطع في العالم كله. ويصير عندك معجبات. والله مرحبا 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 بالسيافي، ايش حالك؟ كيف انت؟ هلا والله، هلا هلا بالورد، هلا بالورد. ليش ما تبين حد يطلعك؟ من الصبح ياسا طلعك. والله عليك انت يمع بن حذبور؟ انا يمع بن حذبور. لا خلا ولا عدب منك. بالتليفون على اساس اني اتلاقى وياه في بار هو زيي. شوف يوم الله كتب لي نصيب تلاقيت وياه في، وين الحين نحن؟ نحن وين الحين؟
وين خشمك هو شيخ خشمك ايش حالك الله يبارك فيك على الله يحافظك الله يسلم عونه. الله يعينك يا مرحبا الله يعينك على طاعته يحافظك يبارك فيك نحن في اليرف طال عمرك نحن في اليرف اليرف هاي البقعة مسكر ولا ها وظهر هاي ظهرة ايه فيها أيوة. ظهر فيها ظهرة وفيها الشنعد فيها البقعة يا سلام ويها البقعة لما بغاوية ما اختارها زوالي ايه على هالجنة ايه على الجنة ابن حثبور كيف انت يا ربي اسمع بك واتلف التليفون واليوم اللي جيتك سبحانك يا رب عاشت عين شافك اسميني حضيض اتيك عيوني اتيك عيوني بلاني ما ييك كمل مشروعنا وياك ان شاء الله ان شاء الله من عيني وانا ما دريت اليوم اني بتلاقى وياك بعيونك هديه هديتي انت شوفك يا مرحبا خشمي سلم على صادري ليش نبى مساحات تكون مشرحة والبنيان مش متلصق ببعض مكان يعني شبح كم مساحة البناء بيكون أقل من 1,000,000 متر مربع والمساحة الكلية 3,000,000 متر مربع ما شاء الله فهذه نقطة مهمة ليش لأن نبى ممكن يكون شرح هذا مهم جدا في المشروع فكرة المشروع هذا يكون بيت ثانوي مش البيت الأساسي البيت الثانوي نعم بيت الإطلال بيت الويكند نعم للناس فالمشروع طال عمرك المرحلة الأولى هي بتكون في الجهة 270 فلة من غرفتين وصالة لسبع غرف وصالة شيء 13 أرض من السيفة من الأراضي يباع كأراضي كم مساحة عليك؟ مساحات 40,000 قدم حاليا 260 فلة فقط موجودة طبعا المرحلة الثانية هذه المرحلة الأولى هذا قصة الشيء زايد هذا بيكون متحف ان شاء الله مقصر حياة الشيخ زايد ودور مدائره بيكون في مماشي وكوفيات ومطاعم ومحلات هنا كلها ذات طابع عربي هذا السكن وهذا قصر حياة زايد فبيكون موقعك متحف او مزار ودور مدائره مقاهي ودكاكين ومطاعم وكوفيات بس ما اقدر اتكلم اكثر عنه متأكد من اللم واللبو انت اخوان اللم واللبو سبحان الله هذا عاد تربى لندن عاد هذه لندني هنا الاستاذ هنا الرستماني هنا الرستماني رئيس قطاع الخدمات المصرفيه للافراد والمجموعات في بنك ابو ظبي الاول يعلى الله يحفظك كل الناس تسمع بك من زمان وكل حد يبي يعرف هالشخصية اللي وراء الكواليس اللي مسوي هالدنيا كلها هني والحمد لله اللي اليوم ما ظهرتك على الشاشة يا الله يبارك فيك وسامحينا عادة كثرنا أي فكرة تسلم إن شاء الله الله يعطيكم خير مشروع الفنان اللي في المكان المناسب وفيها التربة الأرض الطيبة هاي الأرض الفيرجن اللي بعده ما وطت ترين ويسد إن فيها من ريحة حياة شيخ زايد قصر حياة شيخ زايد هذا كم يسوى الله. كم يسوى يسوى الدنيا كلها شكرا جزيلا نشكر إمكان شركة كان اللي سووا مشروع جزاهم الله خير جزاهم الله خير بارك الله فيك شكرا جزيلا أبوي ها أبو أحمد والله ضيافتهم وايد فنان وكل شيء زين قصر عنهم الشر والله يلس بتاكل بعد شو شارد انتم ما في أمر هذا ما شيء خالدي كل يوم حاطيني في حشرتني يا محمدان ما يخصني فيك ما حد قالك يرد دور مباراي ايش هذا بالله عليك اباك تسوي فيه فيلم هذا منو عاد هو هذا انت يعني سيدي هذا ما بسلطان بن عباره ليلك انت هذا ابو صديق الطفوله اقول لك 7 مليون فيو حق المغربي صليتي 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 والله صليت والله العظيم صليت
حاطين مصلى حريم ولا حنا مصلى عادي. منو الشركة المنفذة للمشروع؟ إمكان. هاي شركة إمكان هي اللي منفذة المشروع. المشروع الكبير الفنان. ما شاء الله ما شاء الله. الحين بتصلي بنا انت سلطان ولا؟ لا والله بخبر كل ولا واحدة منهم صلت، فأنا بضبط لهم صراحة. زين أبو أحمد. مرحبا أستاذ. شو الوالد بالله عليك؟ طيب الله يحفظك. السلام عليك. عليك وعليه السلام. مو كان عز وحب بطريقة ما تتخيلها. إيه نعم. ما عليك زول. ما شاء الله دوم يبارك بالخير. ليه شو ليش مسمي اسمه سالم؟ معروف اسم سالم. تاير ليش؟ يا طال عمرك أول كان حياتي أبوه. إيه سالم التاير. سموه التاير. خذ هي وتمت عدنا دكان مسمين عليه تاير الحين اللي عنده اربع تبرات ما سموه تاجر اول واحد كيكي هو اللي عنده مواد طبيعية هاي وين استوي كمبني كمبني كبير على الله يحفظك يا ابو احمد لا لا عرب سلطان وحياه تحفظ لي بارك حتى تقول زين يلا ما عليه زهرة يا تعرف منو؟ لا لا أنا عالم سلطان حتى يعني. وأحمد بتصلي بنا؟ بتصلي بهم؟ وأحمد. ها بتصلي بكم هاي تبون تصلون شو؟ شو أي صلاة؟ أي صلاة؟ الرسماني شكرا جزيلا على حسن الاستضافه وشكرا على هالهدايا الجميله اللي ما تطلع الا من ناس جميلين ما لا يعني هذا سلطان يلا كرمكم الله مع السلامه بعد انت حصلت لك شيء؟ ما شاء ابو محمد لازم هدايا يا سلام يا سلام خلصت انا عمرك وطالع ايه العرب اللي ذويقه 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 اللي عقب ما تخلص يعطونك هديه اي والله ما ياخذون من عندك لقد عاش أباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض وعاشوا مع بيئتنا في البر والبحر وأدركوا بالفطرة والحس والره المرحف والحاجة إلى المحافظة عليه الشيخ زايد بن سلطان عليه رحمة الله عليك يا أبو خليفة هذا يا أبوك مكان لا صار ولا استوى هي والله هذا المكان اللي عليه رضوان من الله شوف مر على البحر يريتنا جايين قبل المغرب شوية بسم الله مكان فنان واللي عاطلنا ذوق وفن وروعة وجودك يا سلطان يعني الله يحفظك الله يسلمكم ساعة هذا الظهر العصر عقب صلاة العصر مسوين طريقة خبز اللي هو للاستخدام اليومي يعني بدل ما كل يوم الدري واللي يصير يجيب خبز تخبروا الحدا البشكارات ولا البشاتير ولا البنات بي خبز وبي عين في ساعة واحدة بتلقطون أحسن نوع خبز وإنتاج بيت وأنظف لا همك الله لا هم يحزنون لا عندك لا إليك شيء من أروع ما يكون ساعة بقيت قرص وان بقيت 50 قرص يسدك بشيء يمل ومغذي ونظيف من أجود أنواع الدقيق اللي أنت تروم تختاره وانت تروم تحط النكهة اللي تباها بقيت حلوة بقيت كراوية بقيت ينسون اللي تباه وقت العين وقت اللي بتعين العينه تروم تحط فيه الشيء النكهه اللي انت تباها تروم تحط داخله في وقت العيان العين تحط سمسم تحط اي نكهه انت تختارها او تختارينها يا راعيه البيت تروم تحطين اثناء العيان وقت العين للخبز انا مثلا نحن سويناه ساده نحن ما بغينا نحط فيه شيء سويناه ساده فلذلك صورت بساعة والحين إن شاء الله بنزلكم إياه ستوري إن شاء الله وبنزله في نفس الوقت على الانستغرام اللي ما يلحق عليه في الستوري يلحق عليه في الانستغرام الاستخدام اليومي شيء لذيذ وفنان ولا ها شيء شراته محترم بركات اليوم 20 من رمضان ربع كيلو طحين رقم واحد وربع كيلو سميد ونصف فنيال شكر وخاشوقة صغيرونة ملح وخاشوقتين زيت وخاشوقة مخمر
والإنسان كل إنسان يقدر يستعيض بدال السميد، بدال ما يكون سميد يقدر يحط نخالي، يقدر يحط طحين رقم 2، يقدر يحط طحين رقم 3، يقدر يحط بر على هواه. كل إنسان حر. هاي الحين طريقة العجن، نحط ربع الكيلو على ربع الكيلو، الإنسان على حسب القياس اللي يبغى، ويتكون هذا كله فوق بعض وينعين ويتخلى بالضبط كم ساعة ونص على حسب ساعة إلى ساعة ونص. هذا الخبز اللي كل يوم نحن نستعمله منه، اللي هو الاستعمال اليومي، للاستعمال اليومي اليوم بيومه، شيء من في منتهى الروعة. الله مالك الحمد. الحين هذا الطريقة عيانة عينون هالعيا ها يشدون عقبني، لازم يدلتشونه على رخامة. كم وقت يباله؟ على حسب 10 دقائق. 10 دقائق. آه. بعدين يبقوا يزيدون بالماء بشوي بشوي. هيك. زي كذا الطريقة. يزيدون قطرة قطرة. آه. زي كذا الطريقة. لازم العيد تكون لينة هدا. آه. أيوة. زي كذا. أيوة. زي. بعد ساعة بعد كم مدة؟ يحطون عليها بلاستيك. يحطون البلاستيك وبعد ساعة. بعد ساعة. غادي نحط كذا العجين. مرة. خامر زاهر. بعد ساعة. بس لازم يتشال منها البرد. ها يشلون منها يفضون منها الهواء. خلاص وقت الخبز. هذه الله يحفظكم الحين طريقة التدلقيم. طريقة التدلقيم يدلقمون بهالطريقة. يخلوهم كوريات. صفونهن. هذه عدال هذه، هذه عدال هذه. دلقومة بدلقومة تها. ويتم على هالحالة لمدة كم؟ نص ساعة. بعدين يتقرص. وعقب يقرصونه ويلحفونه ويأذن بعد نص ساعة. ليش الطريقة هذه؟ عشان ما يكون داخل عيين. على أساس ما يكون داخل عيين. هالطريقة. وهاي ونص الكيلو الطحين تقريبا يسوي كم قرص بصراحه خبريني؟ 15 قرص. كل قطعه عيينه كبر الفنيال لصغيروني، كبر الفنيال لصغيروني. تقولون ما حد قالكم لازم على هالحاله نص ساعه او ساعه وخلاص. عقب التقريس بعد يتم نص ساعه. هاي الحين المرحله الثانيه. ها يتبطبط بهالطريقه يتقرص. ها يتقرص زين ما زين، يتقرص زين ما زين. ايوه ينصف بهالطريقه على ما تشوفونه ويتخلى. الاولي كمل تقريبا كمل الاولي بالكوره تكوير نص ساعه، نص ساعه التكوير ويتلحف بالخلقه هذه زين بالتكوير. وعقب ما يتقرص بعد هالنمونه ها شوفوا حينه تقرص بعد يتخلى تقريبا 10 دقائق. هذا كله عسب ما يستوي عيين داخله وما يغلي داخله الاسفنجي هاللي انا ما داني. يغلي شرات القرص اللبناني لكب الطعم الخبز المغربي. شوفوا ها يلحفونها يخلون هالنمور بعد على الاقل 10 دقائق. وبعد ال 10 دقائق بي ارويكم طريقه الخبز ان شاء الله. وهاي الماكينه اللي يجيبونها ابوي من عند محل حريز، بحاول ادور رقمها وبحط لكم اياها. هاي الماكينه الحين يتمشي لين يصير ينتفخ، بعد شويه نصور لكم من ينتفخ يصير بعد يجلبونه. وعقب غادي بهالطريقة. هذا الحين شكله النهائي، شوفوا هذا شكله النهائي. جربونه، هذا شكله النهائي. هذا المنظر النهائي للخبز، للخبز للاستعمال اليومي، للاستعمال اليومي اليوم بيومه، ما يحتاج ثلاجة وثلاجة، اليوم بيومه الخبز حتى ساعة ما ياخذها. ولا في لا في عيين واشياء. ها طعم ما زين ورقبه وريحته وترف في ال... ها ما بيعينك يتمايط وريحته تاخذ العقب. يا هي مسجات يا هي واتسابات ويا هي رسائل يتخبرون عن رقم الحساب مال صندوق الفرج. انا حاطن من اول بادي قالوا لا ولا ما بواضح، سويت لبوي كابتشر وكبرته وحين برد لكم يا مرة ثانية بنزلة للي يبى والإهراد الأجر بالأخص هالأيام المبروكة العشر اللواخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري عاد شوي بس اليوم أنا بيعد ذلك. شارك صلى الله وحه. وأنتو؟ إيه هاي يبي لي هذا. يبوا الشعار. حبيبي. وأنتو؟ بسير حبيبي مارينا مول. يقول شعار مول. بسير مارينا مول. نعم. مارينا بسير مكان النعول أنا أصلاً. صار مكان النعول. الحين أدي. الحين. شوف. إيه بسير مكان النعول. مثل ما باخذ حق عمري باخذ لك. شو رايك؟ زين؟ شو تبي اي لون؟ سعود. انت شو تبي؟ ما خصك في سعود، انت شو تبي؟ ابيض ولا اسود؟ اسود ان شاء الله. هذا احمر يعني؟ ايوه ان شاء الله حبيبي. مثل هذا مثل الزمزميه بقى. مثل حمر حمر. كم مقاس؟ كم مقاسك؟ 100. مقاسك 100؟ مو عارف 100. صلاح مقاسك 100؟ ما عارف 100. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاح مقاسه بعد. ما شاء الله. شو هذاك بعد هذا اللي هاي؟ تبارك الرحمن خير الرازقين. ما شاء الله ما شاء الله. كل حين يبات فتيج عادي. يا رب يا هي دنيا. هذا شكسبيرية. وهذا شو؟ شكسبيري ما ها كله أشار وخللات. وهذا عيد هي حل العيد. يا ربي وايد أبوي على اللي بارك الله فيكم. كم بعد هيك ما يعود عيد هاي حتسوون بثيث يسوون كل شيء. شربوا بريحة العيد. ريحة العيد أبوي استوت جريبة. ها أكل أبوي روائح العيد خيرات العيد. جاياتنا أبوي بدري اليوم من وقت هذا من فضل فضل الله فضل العيد. جاي هذا سكري عادي سكري. يا الله يا الله يا الله منج يا الله ينتي عاد. يا سلام يا سلام ما شاء الله. كنافة رقم واحد. كنافة شيوخية رقم واحد. مشكورين أبوي مشكورين يا بثيثتي. مشكورين يا بثيثتي ومشكورين يا هذه بعد شكسبيريتي. هي شكسبيريتي اللي مطرشين هاي الأشياء مخللات. افتحي شوف هذا شوي يوم شي واحد واحد. أيوة هذا ملفوف مخلل ملفوف. وهذا زيتون. يلا 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 بكل شيء فتح. يلا ما هي من آخر الدنيا اللي يبون أنا أظهره. وهذا مخلل بيكون ما ادري شو والله تبيع داكم. يلا بسرعه عاده ينتي. وهذا مخلل لوبيا. يا سلام. يلا 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 حافظ عليكن يا المواطن. سويتن عالميات. يا سلام سلم. قم ادور على منو اللي يعرف. والله يبكم اخر ريحته. كل فنان وكل زين وكل غاوي. مشكورين ما قصرتوا كالعاده الحمد لله. من أول ما جيت لقيت لك هاك الباركينج الفنان مرة. أيوة جزاك الله خير بارك الله فيك. لو أن باركينج شوي ضيج ما شاء الله اثنين بعد حبله واحد. شكرا يا رئيس. عمره كم الحين؟ سنة. دار عليه حول. ها تحرات أبوه ما أخوه تحرات أبوه ملبوس حول عيل. ها هذا اللي خلاني أرد لهم. هذا اللي خلاني أرد لهم شيزاري بشوفي. هذا اللي خلاني أتعنى وي مخصوص من آخر الدنيا من مدينة محمد بن زايد لين هني جاي طالع يقولون عندهم شيء جديد وخبروني نوصل. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف أنت؟ الله يسلمك ما شاء الله يا حياتك. لا إله إلا الله. أهلين أهلين أهلين. مشغولين؟ يا رجال بكره اصبر الحين. شو اخذت انت؟ اخذت لي طال عمرك هنا وكاوت حسره. تعرف ما عليه تعرف من اللي تنقيت انت. ابي اشوف ذوقك. حاضرين يلا ابي اشوف. اخذت من الكولكشن الجديد اللي انا جاي على سبه ولا من الاوليات؟ الكولكشن الجديد عاد انت ما ادري انت اللي جاي على سبه ولا لا؟ الحين بربك انا جاي ابوي للجديد. انا ابوي ما سامي اول ذوقك انت عشان اخبرك. وين الكولكشن الجديد؟ كله كامل جديد. هذا من الشغلات الجديده هو التراديشنال سول. ايوه هذا التراديشنال تو واصل
على شرف ابو حمار. هذا اللي اليوم جايات. هذا اليوم جايات. هذا اللي احنا ناطرينهن. جاي من القري وهذا التاج الملكي. نحن غيرنا البكل صار هلا التاج جاي لمتل بهذا الستايل. ولا وبعد غير ها. ترف ترف. جبنا الابيض وجبنا الاسود. هذا هذا يا سلام. عسبتي بوي كل هالعرب. هي لا شوفوا تعرفون شو السبب؟ الاستمرارية لأن الألوان ما بيايات إنك هما صليج وبليج وما تخيل تلبسن لا انت دخلت في حفيز ولأن أبوي أول ما تبرج العرب تطالع ريولك من يطالعون ويك سير يطالعوا جدمك ويوم جدمك لابس شيء فيه هذا ما زريفة طوم وصليج وما أدري كيف الفستقي وما أدري شو أم ما يستوي هذا أبوي ملبوس الريايل الألوان الرجالية الألوان الحشيم الشيء الفنان اللي هو رقم واحد ايش رايك انت نعم انك صار والله مليون مرحبا نعم والله ايش حالك يا الله يحفظك طيب والله كيف انت راوني ذوقك شو اللي اخذته انا طال عمرك والله الكولكشن الجديد الصراحه احترت فيه هي والله هي والله ما في شيء يعني تروم ها شوف هاك الزيتي بالله عليك شوف الزيتي هذا كم طال عمرك عجبني هذا بعد اللي اغمج عليك اوه هذا روح ابوك سكر الباب هذا ابوي شيوخي ملكي امبراطوري ما تعرف لي يا سلام سلام هذا يا ابوك مروحه هذا هذا بعد يطول العمر لونه هذا اول مره انتم تجيبون كروكوداي صح لا جايبينه قبل بالحين بس غيرنا فيه الباء فالحين اخف ايوه بنفس الوقت داخلها لذر مع السول ايوه غير عن الاوليات شوف هي الاولي هي شوف الاولي هذا غير وهذا الجديد ربر هذا الحين صار جلد ايوه والحين وصلنا هذا تو واصل فيه بعد ثلاث الوان راح يوصلنا شو من الالوان والرمادي والبراون البني ايوه اه هذا كلك في الاولي المدي الاولي أيوة. هذا الحين على تكاليف التاج ما تسوون له زي يا سلام الاسود الحين بعد شوي بعد المات اللي انت تحب انه اي برتليهم كلهم ابوي كلهم برتليهم الحين واحد واحد مشغول انت لا مشغول شيء فاضينا بارك الله فيك ابوي انتم انتم ايراننا ودم ولحم ويانا وصدق كيف تتقاطع بيديك وريولك ما شيء مشكله يلا الله يحفظك ايش عارف ابوي الحمد لله طيب شي بقعكم انتم شي بقعكم شي بقعتنا بقعكم اللي تسكن فيها من مسقط بس وين من لابسي من السيب السيب سكر وحليب بارك الله سلم ابوي على صدقانك وعلى كل من يعز عليك شكرا ان شاء الله احسن والله مليون مرحبا مليون مرحبا ابو مطر كنا بمطر بالقرونه والله مليون مرحبا لا خلا ولا عدم من هالزول يا صديق الصدوق اللي ما حد شراك الله يطول الله يبارك فيك يسلم في زاكي يسلم على صحة الحمد لله كل حد يتخبرني يقول عنده صورته في لندن العام وحي خطف حول مقارين نشوفها بين فتره والثانيه واليوم جيناك اليوم في شنزاري بشوتي نعم جاي تاخذ ولا تطمش والله نطمش وناخذ ليش لا؟ زين. في ناس. أوكي لا خليه جزاك الله خير. أنا اسمك ما أنساه. باسل. بعد شوي بنبتدي في النعول من أول شيء لآخر شيء. بالتفسير. مملي. جزاك الله خير. وهذا برد عليهم ضروري. ها متى جايينكم هالشيء أنت؟ طبعاً واصلين. بعد هاي أبوي هي هذا أبوي للجينز للمشي يعني شيء خفيف وايد بعد شيء كنا. رياضي. للمشي للجينز لل حتى يوم بتمشي به في حتى لل وصلنا الجلد الحين هذا قماش وتر ها وتر بروف ها اتوقع لا اتوقع اذا ان لكن اخاف ان الجلد يكون وزنه اثقل ولا نفس الشيء نفس اكيد نفس الشيء خف الريشه كان ريتو على فكره ترى يمشي للكنادير للكنادير شو بلاك باصر مدير المحل انزين مدير البنك انت عظم الا محل مدير المحل حشرني 40 ودي هذا باسل مدير المحل بس يسدك كم ودي اقول بس نزيل ترى هذا باسل مدير المحل ها وحياي مقرنه يا سلام هذا شو اسم اللون عاد الحين شو اسم اللون هذا اللون يعد بني بين درجه البني والعنابي ها برميتي فاتح ما تعرف بالمبارك مهم. هذا ابوي من اجمل الالوان هذا والله العظيم اني صادق هذا اللون من اجمل ما يكون وحين الحين زايغين يخلص هاللون قبل الالوان الباجيه جايبين كميه انتم منهم ولا هلا هلا لا هذا اللون ليميتد اديشن هذا اللون اول لون عم يروح
زين لك ان احنا بمنه هذا شيء زين شوي انت محتار بين هذا وبين هذا هي هذا لليومي العادي تقدر تلبسه بطريقه يوميه لكن هذا تحسبه يوم بتصير مناسبه مسير بتصير تسلم بتصير عند حد مهم تلبس هذا هذا نصيحتي يعني ها قميضة ما يصير وبا يعني أي مكان عادي لا ها قميضة ها شو الحين عارف هم متى أنت تستعمله من العام يلا شوف كأنه توما ما أخذ ولا عول تبارك الرحمن طلبية الجماعة اللي يجون أبوي يتخبرون عن الكروكودايل الكروكودايل الحين اللي وصل هذا لون واحد شو اللون الباجي اللي بين؟ جاي الرمادي والبني والأسود بعد. هي جاي ثلاث ألوان. جاي ثلاث ألوان هذا الحين اللي موجود. السبت إن شاء الله. السبت الحين كل حد اللي يجي خذوا رقم تليفونه وقالوا له إن شاء الله خلاص. أقول لك ترى صورتكم ما عليه؟ الله عليه. الله يحفظكم. هي والله كل هالعرب الحين اللي بيجي تخبروا على هذا. كلها العرب ينت على هذا وهذا ابوي ماشي الا واحد بين الالوان متى بين الواصل السبت متى السبت المساء بيكون بعض الافطار بيكون كم لون بين يجي موجود منه بيكون الرمادي نعم والاسود وبيجي البراوني ان شاء الله البني والرمادي والاسود باسل الحين نحن في هذا القسم قسم شو قسم الكلاسيك اللي هو الرجاليات الأوليات أول موديل نعول طاحن في شنتية دولة الإمارات اللي هن نوع هذا الكلاسيك المتعارف عليه اللي العرب كلها تغني له بالأشواق الجديد هذا شوفوا هذا نفس الموديل العامي مثلا زين نفس الموديل العامي لكن عدلوا فيه البكل مالته هذا كان أرضية حق ربر وحينه الحين صارت هذا الكل هذا النوع الجديد نفس قطعة الجلد اللي فوق هي نفسها هذا هذه الأول هذا تحت تربل وفوق جلد وفوق يلد الحين تحت يلد وفوق يلد والأرضية ها على ما تشوفون ربل مريح وهذا شيء منه بعد اللون لون أبيض كم لون شيء منهن الحين هلا وصلنا الرمادي نعم. والابيض والاسود والحين على طلب الزبون اللي احنا اشتغلنا عليه هو غيرنا لون القاع الحين الاول شو كان القاع كانت اول اسود ايوه الارضي سودا حقك اللي انت تحب لنا ايوه الحين صار القاع براون او بنيه على طلب الزبون هذا اللي اشتغلنا عليه اربلات الزبون ها ثلاث سنين هل العام قال ان قال العام بين كم ما يبتوا لا ما جبت ايوه وصل السنه ولا قبل شو كان الارضيه كانت القاع سودا ايوه الحين يفرق فيهن الارضيه بالنيه مرام. الارضيه بالنيه ولو كل الارضيات كلهن سود أسود. تبى ولا ما تبى غصب عليك هذا اكثر سوفت هي. هذا الماتيريال تبعته البطانه فيه اكثر فلكسبل فيلبسها وتمشي فيها وما تاكل اهم شيء الموضوع وما بتاكل شيء من الرطوبه والاهم من هذا كله انه القاع صارت كلها كامل بيضه مع خياطه مع ستايل جديد كامل مع القاع السودي حتى ما يخيس اثناء المشي في القسم اللي نحن قلنا عنه قبل القسم للشيوخي هذا القسم للشيوخي شو الجديد في القسم للشيوخي الجديد اللي وصلنا هو اللون النابي مع بكر السلفار والقاع سودا زين وهذا الدرج اللي افتح منه زين هذا شو الاسم اللون هذا شو بين البني بيقولوا تاو بالانجليش تاو اللي هو بين البني وبين العنابي فالدرجة أنا أتوقع شرات الألوان الصيفية هي حق الكندورة البيضاء حق المناسبات حق الرسميات هذا وايد جميل لونه الميزة اللي فيه إنه قاع وبنية مع بكل الشايني اللي هو الأسود وايد لونه جميل غريب جديد اللي هو الزيتي كمان بعد ما الألوان اللي وصلتنا توي أظهر بثنين أنت لو سمحت أزيب يوم بتروي زبون أروه نعود بثنتين هن هبتظهر لوحده يدك عودة كم أكبرها ها أبي يطيح نصك بس مش على الوحدة يعني تجي لي يعني يا ربي ما خاف إن كم وزنهم بالله عليك 200 جرام 200 جرام بالله عليك 200 جرام وفلكسبل هي مريحة وبعد عنا الألوان اللي أنت بتحبها اللي هو الرمادي الفاتح أنت أيوة. وايد تحبه مع البريس سيلفر هذا الشيوخي من الألوان المكمل أنت فيهم
هذا ما عندي انا هاللون هذا ضروري اخذه منه. شوف ايش قال يبين لون هذا الحين مش رصاصي رمادي. هو رمادي فاتح. إيه؟ رمادي الغامق هذا. ايوه هذا الرمادي الاولي. ايوه متعارف عليه. وهذا الرمادي الجديد اول مره يطيح. وهذا الالوان الجديده. عاد هذا عاده اللي يوجه في الماشي. هذا وين ما تصير يوقعون لك اوراقك. لبسته وين ما تصير يوقعون اوراقك. والمميز فيه هو البكل، هذا البكل التاج الملك. ايوه هذا اللي يفرق. غير هيك القاع بعد، القاع اللي هي كامل بطانة جلد والخيوط اللي عليها الجاي هاند ميد كامل. جاي تاخذ ما شيء ما بعلى هواك. اي هال عرف كله شافك. شو اخذت الحين انت؟ هذا توني طالع. زين احنا الان نشوفه. زين 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 انا ما امدح الا الزين. اكيد ما امدح الا الزين. سعيد سعيد يا سعيد بارك الله فيك. تعال يا سعيد. ها؟ زين ما بنصورك. تعال انت الله يحفظك. ما بنصورك سعيد وخلى ابوي ما صورتك. عجبنا حوالك. عجبنا وادك يا الله. يعني الله يبارك فيك. تعرف اخوي كيف انت؟ خير عمال. ويا عيب الله يكبر تاخذونه؟ اخذتونا بعكم؟ وين ياكم الصيت انت؟ وين عرفتوا؟ انا في السمعه. انا خالي يسوي دعايه عند مشوتي. ان شاء الله حطيك الحين اعطيك قلت حلال. جزاك الله خير. ما تسوي الا الزين، ما تسوي الا كل سامانهم زين. كل سامانهم رقم واحد. فين الوان جديده بعد فنانه وايد الوان جديده فنانه. خلصنا الحين من القسم الشيوخي ولا رد؟ تعال تعال في اشياء وايد انا ما شفتها تحت. البني هذا ما قد شفته بعد الحين هلا جبناه. انزين ارفع راوني اياه. هذا جبنا دارك الاول البني اللي افتح عن هذا اللي افتح عنه هو الحين جاي البكل شايني اللي هو الاسود اللي هو هذا. أيوة. قبل هاللي الصالق شرات هذا زعفران. ايوه هالي جديد. عندك البيج مع بكل الاسود. ايه. والقاع البنيه. يعني عيال كلكش انت هذا كله عباره جديده. الوان جديده، الوان جديده. الوان جديده، حتى بعد الساده، هلا الساده جبنا منه الزيتي، جبنا منه الاسود البكل الشايني اللي انت بتحبه، الاسود الاسود اللي هو الملكي. ايوه. هذا العام ما كان موجود؟ لا ما كان موجود. يستوي بدل الاولي باليدين؟ ما عندك مشكله محمد. صبر. وهذا بعد اللون الابيض انا ما رويتني اياه. هذا بعد شو الفرق بينه وبين العامي؟ العام الماضي كان بكل سيلفر الحين جاء اسود. ايوه بس هذا الاختلاف اللي فيه لكن نفس الارضيه كان نفس القاع اللي هي السوداء العاديه. حتى بعد الرمادي. هذا ما شفته انا. هي انت ما بمركز اشوفك في شغلك. الغامق. ايوه السنه جبته الحين جبنا الفاتح. ايوه هذا كلاسيك ما تعرف عليه. هذا البيزك اللي هو جلد الغزال. إيه؟ ايوه هذا حين الجلد كل هذا الجلد جلد شو؟ هذا حين غزال. هذا كله جلد غزال. كله جلد غزال. هذا جلد شو؟ نعام. جلد نعام. هاي كله جلد نعام اللي تشوفه. هذا الكركديل جلد التمساح. ايوه وهذا جلد التمساح. عاد هذا اغلى شيء فيه. هيك الحكي. اي كان بوي من بغى سموني يركس. من بغى نقط يركس من بغى زين. يعني كل شيء ولا شيء. يعني ما حبي يلبس الانسان العادي يلبسون الكمبريه الكبار. الالوان اللي تي مال كروكودايل شو الحين راح يوصلنا الرمادي زين والاسود نعم والبني الغامق وكله راح يكون الجلد من فوق والقاع نفسه نفس لون الجلد من فوق. يعني حتى الرمادي راح يكون من الرمادي والقاع رماديه. ايوه هذا من الشغلات المميزه تكون جديده. والفكره فيه اللي هي الاهم انه صارت اخف من جوا عن قبل. كانت ربر الحين صارت لو شك اللي بيشوف شكل بعيد بيتحراه بيتحراه جلف ومش مريح. وهو يعني النعوم اللي في الدنيا كلها فيه لكن ترى بعداله بهاي الحكي بتحرونه بحاله حالها ترى بهاي الحكي. والله ان اغلى واحد فيهن يوم انا اقول لكم غالي عرفوا انه غالي 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 لكن جيبته فيه. ما زين الارويلاتي باسل هذا حينه الكولكشن الكلاسيك كل كلاسيك كله كامل زين لكن شو يفرق هذا عن هذاك؟ يا ليت باختصار دائما ستايل هذا نعم هو بيكون ستايل الساده 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 اللي هو فيه جلد نعام وفيه جلد الغزال زين هذا بيكون ستايل كلاسيك ولكن في حركه على الجلد من فوق في عالم هذا من ستايل الجلود الجديده اللي هو جلد طبيعي جلد. يا ليت لو تطول حسك لانك بهالطريقه تصاصر عمرك ما حد يسمعك وشل نعام يبي يجي. ايوه هذا الستايلات الجديدة هم يدل بعد معقص العالم تحب الستايل الجدل
أيوة. هو غير عن السادة. نعم. فيطلبون في حركة ستايل حق العيد وفي أيوة. منه بعد ألوان. نزيل. هذا يجي منه الأسود. هذا يل طبيعي عادي. طبيعي جدا. هذا شو؟ هو الحنيش. يلد الحنيش السنيك. أيوة هاي الحنيش. بايت. ما شاء الله. هذا في منه 5 ألوان. نزيل. هذا حلو فيه. إنه بيجي شيء في وحدة. مش اذا كان مقطع العام كل وصله روحه شيء عندكم مال عام اسد نشوف الفرق هذا ماله ايوه هذا العامي وغيرنا فيه بعد ستايل بكل هو كان بكل بالحين سيلفر قبل كان بلاك الحين شاف كل حق الهنيش بلاك وشايني لميع هذا عبارة عن شو هذا جن اللي هو النزع السحالي كيف السحر يعني هذا الضب بيجي اقوى من الضب هي ورل الورل ايوه هذا بعد من ستايلات الجلد الطبيعي الجديد ونحن الحين جبناه العنابي مع بكل ذهبي داخل هي اشواء شامو هي هي هذا الالوان الجديده في منه حب جاي 4 ألوان جاي منه الازرق نعم جاي منه الزيت الغامق ايوه والابيض روعه الابيض روعه اوف وايت اللي هو ما نستلجي في عالم تحب الكناديل اللي هي اوف وايت ما بها ابيض ثلجي وين هنا خلاص هذا الحنيش اللي انت حكيت عليه هذا اجى الحين منه الاسود واجى منه الازرق والبيج والبني بعد البني كثير وايد اي والله وايد جميل والارضيه بعد غامقه نفس اللون درجه اللون وايد جميل اول مره انتم تنزلون اللون البني هذا اول مره ننزل بني فاقع فوق على بني محروق تحت مسوي له هي والله وايد جميل وايد وايد جميل هذا بعد اول مره اشوفه عيلتوا كل شيء جديد السنه عندكم احنا غيرنا تقريبا اغلب الديزاينات ونحن دائما بنجدد بحكم طلب الزبون فهذا اي العام ما سويتوا العام كل شيء عندكم بالتحديد جبنا منه ستايلات جديدة هلا هذا من الشغلات الجديدة اللي جا منه بعد الأسود وجا منه الأبيض هذا كم لون يمنه؟ هذا منه إجت 3 ألوان هو الأبيض وهذا الأسود نعم وهذا الميزة عن هذاك اللي هو جلد الغزال إنه هذا بيجي جلد بلين مع بكل سيلفر إي والله والله الشيء انت على الله يحفظك على الله الحين انت انا شايف انك العام بيتقوم محمد رسول خوري تقوم يونس صح ولا يتراوال دي على الله يبارك فيك وحين انت كنت في المول نعم سمعت اني موجود هنا نعم جيتوا يعني تعال ابوي تعال انت تعال ما صورنا ولا رابط خط الحين تراويني اللون اللي خدت ما حمب على هواك الحين تراويني شو اللي خدت هذا الاسود هنا صبروا يسيرون ايوه الاسود ما ادري شو ماشي اصبر ما تسيرون هذا نوع جلد الحنيش هذا يا سلام يا سلام الحنيش الحنيش بارك الله زين وين سايرين انت ابوي الله يحفظكم الله يحفظكم ييسر اموركم يا لك في داعة الله مبروكات حبيبي مبروكات مبروكات نعم الالوان فنانه وكل زين وكل غاوي انا جبتها هني لازم اخذ الغاوي يا لك تسلم وين لا نحن وين وصلنا الحين وصورناها الزرقاء هذه صورناها الزرقاء هاي هاي الزرقاء يا بوك عينمونه يا سلام يا سلام هذا هو الازرق الغامق عليكم السلام مرحبا وسهلا زين ها وصلنا عند البني وصلنا عند البني القاع البنيه معلون البني الدارك هذا اللي وايد هاللون الجديد بني غامج على بني فاتح زين وبعد هذا هو السنيك هذا العاميات ما العام كان الماضي الحين جبنا عليه شو الفرق بينهم مثلا العام شو كان العام كان في الرمادي والاسود زين والسنه زدتوا البني جبنا الرمادي والبكل الاسود وغمقنا اللون وجبنا البني الغامق مع البكل الغامق عليكم السلام مرحبا وسهلا كيف الحال كيف انتم احي تعالوا جاي تشترون لو تسلمون بس منو لي صد يا خلني اطالعك بعد ما بهين زعم بعمر ها الله صورت طلع عيونك انت صد شو بتاخذ من اي نوع هذه ملفته للنظر النعول هذه غير نمون هذا شو حينه هاي ما شفت انا شرطت عندكم هذا من الجلود الجديده شو الفرق بينهن وبين الباجيات شو الجديد فيهن الفكره انه في عالم بتحب الساده اللي هو زي هذا البديل اللي هو البلين فنحن جبنا على ستايل البلين
ولكن في حركه في الجلد، هذا من الجلود السوفت حق ديلي لا ونعيم يعني حق اللي بيشوفهم بعيد بيتحراهن غلاظ لكنهن رفاع ورسميات ونعيمات حق اي والله رسميات حق المناسبات حلو شكلهن وهذا بعد من ستايلات اللي هن جايات جديد خل عاد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اول مره اشوفها بعد عندكم حق مات بعكس الاول القول ها فصوص شو فصوص شوف انت ها كم لون جاي منها هذا بس الاسود الملكي ما اتوقع ترمون ترك مفصوص على اي لون ثاني وايد عيب اني غرب الله عدنا على هذا ما لان حل انه لان في فصوص عندكم هذاك يبيع كل يبيع ياخذ معاه من دسناك ما يبغانا نصور ليش ليش ما تباني اصورك كيف الحال كيف انت الله يسلمك يحفظك وهاللي وراي ابوي ما يبون وين ساره تعال ايه تعال ياي ما شيء صورتني ما تباني اصورك لا حتى الصوره الحين انتوا يوميا تسحرون سمك ولا لحم لحم ودياي عادي دياي مشوي انت ودياي مشوي وزي والسمك تريقت عقب الله ان شاء الله عذاب المالح كل يوم ها اي والله عذاب يا الله يحفظكم وصلنا الحين عند هذه هاي هاي رقم واحد وزينات فنانات وانا بعد وايد عيبني هنا ثلاث الوان منهن وكل واحد منهن اخير عن الثاني هنا والزين منهن انهن انعام ما بي شكل اللي بيشوف شكل بيتحراهن شرات القرف وهن تراهن ناعمات نعمات ومن داخل بعدها طانتن وايد فنانه والحلو فيه انه البني جاي فيه مميز البني جاي مع بكل ذهبي شوف انت هي والله الوان الذهبي هي لان عسب البني مع البني يحب يلبس ذهبي فهذا حق غرب الله شوف حط سوي شيء غرب الله اسبوع كنت ما ابيض طالعني اسبوعي من صنابيح بدون شمس بدون شمس انت يا محمد والله حشي انا هو كلام شكار بيهربوا إلى فيهم ما قيضوا شتى نحن حليلنا ها ايش عندك بعد هني هذول الستايل اللي هو الكاجوال اللي هو يكون السادة بدون أبو لسان حكينا هنا هذا من الستايلات الجديدة بعد اللي هو السادة البلين مع اللوجو بشوتي اللوجو الأسود الشايني زين. وهذا بعد في منه كم لون البني والأسود هلأ البني شو بيميزه البني إنه بكله أسود شايني هذا الاسود الاسود بكلو سيلفر الاسود من ميزه اكثر هي لان انا حطيت البني بغدي ما ابغاه ولكن أيوه. احسن يوم سيلفر اسود اسود والبني لا هذه مسكته هذه مسكته هذه مسكته وهذا من الشغلات كمان بعد جديد اللي هو هاند مين هذا الميزه عن هذا بلين هذا الستايل تبعيته حقه هو ساده وهذا لا هذا هاند مين هذا اللي مطبقينه تطبيق الجلد أيوه. هذا بيجي ساده وبلين الالوان منه جاي منه الاسود وجاي بعد منه الابيض ابيض ملكي اللي هو الثلجي وجاي منه بعد اللي هو الزعفران الزعفران بعد الاسود جاي حق البكري حلو حلو هذول الستايلات الرسميه زين شو اللون اللون اسود راوني الحين التربين اللون اللي اخذتوه شوف قبض عاد انا قبض عن الزبون اي ايوه ايوه اللي هو الهاند ميل مع البلين شوف مخمر من داخل باع هي لا شنبوة حق الوضوء ولا جو الرطوبة هنا لوق فنان ورقم واحد رقم واحد ولايتي الحين الرد على الواتر بروف مال العامي هل انتو جبتوه هو نفس هذا العامي لو غير غيرنا في النكشة شو اللي تغير نحب النكشات الجديدة أيوة. هي اللمعية الحين صارت النكشة اللي هو اللي هو بدون لمعة هذا واتر بروف واتر شو الخلق هذا شو خل شو هذا خلق القماش هذا مال عام صح هذا نفس نكشة العام زي يبي جاي عادي يبي جاي حط هذا عدل هذا حق نربي العرب نربيهم نكشة العام ونكشة السنة عنب وانت قادم مرة حط انت حط هي. شو هذه دقة العام دقة بالنوري وهاي دقة السنة وهي دكة السنة هي وهي من دكة السنة انه جايرنا نفس البكل ونفس أيوة. نوع الجلد هاي ابوي كلهن ونفس خامة القماش وكلهن ابوي ها واتر بروف هذا كلهن ابوي واتر بروف الشبابي هذا ايوه شيء جديد وفنان كم لون يجي؟ هذا اجى منه ثلاث الوان اللي هو الاسود ابيض ما يجي ما اجى ابيض اجى منه الاسود
والكحلي والرمادي الغامق، واجى اسود نكشه ثانيه، واجى بعد اللي هو البيج. أيوة. والبيج الميزه اللي فيه اللي هو نفس اللون البكل، فهذا احنا المميزين فيه انه مساوين نفس خامه البكل. هذا وايد فنان، هذا جديد، هذا جديد من نكشات الجديد. مثل مال خليه السداسي. تعال رابني الجواتي اللي رابطني انا اول مايل ليداد الخفاف. ها ترى على فكره الجوات تصير تجيبهن عاده، جيبهن هي صف اياهم تحت بلوانهن، اباهم بلوانهن الحين شيء بين غير هالالوان حيوصلنا جلد مثل، لكن انا اتوقع اللون هذا لون مثل الستان هذا صح؟ الستان هو البلو دارك. وايد جميلات هذه للمشي، حتى الحضور الاعراس، الحفلات، الرسمي، كاجوال، تروح تلبس في كل وقت، مشيت متمشى في الهايد بارك، شرق وغرب، خفيف، خف الريشه، ورياضي وصحي. والميزه بعد ابو محمد ان احنا مساويين البطانه من داخل هي جلد. أيوة. اغلب البراندات تساويها قماش. ايوه احنا الميزه بشطي ان البطانه جلد، حتى اذا تعرقت ريولك ولا جاها مي ما يطلع ريحه. ايوه هذا افتح 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 بالله عليك، افتح لي الرار. هذا ربر، حتى اذا كان واحد ما تضايق ريول، اذا كان رقم رجله عريض، فهذا من الميزه اكثر انه فلكسبل للحق المشي. والشغله الثانيه انه القاع عريض. وايد جميله القاع عريض جميل. انا اتوقع لهن هذا توه نازل، هاي هذا توه نازل، وبنفس الوقت هذا الستايل اللي هو القماش راح يوصلنا بعد نفسه اللي هو جلد ان شاء الله مع السبت مع الكروكودايل. ان شاء الله ان شاء الله. انا ضروري تذكروني يوم بين هالكروكودايل ان شاء الله، ضروري على كل حال. بين ابو ظبي متى ان شاء الله؟ ان شاء الله السبت. سبت سبت ان شاء الله. كان هاي الجواتي مسكتات مسكتات يعني رجاليات بالقو، وخاصة الأزرق هذا الملكي، هذا الأزرق الملكي رقم واحد، وكلهن والله ونعومك يا غير يعني اللي بياخذ أتوقع ياخذها ثلاثة ويسافر ثلاثة شهور كل ويخالط بينهن، يوم هذا يوم هذا يوم هذا يوم هذا، يلبسن على كل شيء يعني. وأخفلك بدل ما تشللك ألف جوتي ولا عشرين جوتي، ما هو هذا الميزة. هذا أبوي يميزها عن كل شيء، يلبسن على كل لبسة. بعدين في عالم تشتكي إنه في فصوص ولا حديد أثناء الطلع، هذا الستايل في إيه نعم، ما يبغى تحت الجهاز في المطار أي حديد أي نعم. شيء في عالم بتلعوز إنه يفكون رباط ولا يفكون هذا سحاب، وبنفس الوقت ما يلعوزك بالمطار. إيه نعم لا لا زين فوق عن الزين، زين فوق عن الزين. مشكورين وجزاكم الله خير أخ باسل، وبارك الله فيك. سووا لي تليفون منين للالوان الكروكوداي ان شاء الله. مبارك عليك شهر فضيل، الله يبارك فيك. سلم على جماعتكم، سلم على كل من يعز عليكم. بارك الله فيك. انا لا بد ولا عذر مني، لازم باخذ لي واحد لو بس اطمش عليه وارد احطه في الكبت، ما بيهون علي حتى البسه. كم فرع عندكم؟ هلا فروعتنا بأبو ظبي، احنا عندنا بالمارينا مول، نعم. عندنا بدبي في بوافي مول ودبي مول والأوتلت مول على طريق دبي العين. وين اللي أكثر؟ دبي مول وعندك وافي. لا اللي أكبر. الأكبر هو على ميدل إيست هو بأبو ظبي بالمارينا مول. اللي هو هذا اللي نحن فيه هذا. هذا هو أكبر حجم فيهن كلهن. أكبر حجم؟ أكبر فرع بالميدل إيست. شوف أنت. واللي في دبي مول؟ والدبي مول بيجي بعد كمان أصغر منه، في عندك بعد اللي بوافي. لكن انا افضل اني اسير اللي في دبي مول. اهلا وسهلا، وين ما شرفتنا نتشرف. جزاك الله خير، مشكور يا باسل، مشكور. شكرا شكرا، مشكورين شباب. شكرا خيو، شكرا 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 جزيلا. شو اسمك انت؟ هشام. والله تمزح؟ والله العظيم. شايف انك وين بتذكر وين شايف انك؟ شايف انك في هيوستن. في هيوستن؟ نعم نعم في هيوستن. لا اله الا الله، شوف الدنيا كيف. ها سبحانك يا رب. نعم. من هيوستن لين باشوتي؟ لين باشوتي. شو نسوي عاد؟ يا مرحبا. مرحبا، السلام عليكم ابوي. انت بعد في هيوستن؟ نعم كنا في هيوستن. بعد؟ لا اله الا الله. الحين طيب اللي لقيناك هنا. ساعتك انتم من وحينا؟ محمد بن سعيد. والله شو اسمك؟ محمد بن سعيد.
لا الباقي بخبر خلاص يا مرحبا. تبوي سلطان؟ سلطان والله من نعم من نعم يا الله يحفظكم بارك الله فيكم مشكورين فرحت بشوفكم انتم شباب شيقين وطيبين وعيال حلال يا الله يحفظكم ويبارك فيكم وان شاء الله يخفف من سيرتكم هاي البلاد اللي ما تتشاهد الله يا ابوك ان هاي البقعه يعني اي والله يا ابوك يا ابوك اسميهم حالتهم ما يعبها الا الله لكن بركات هالشهر الفضيل ان الله يعودهم سالمين قانمين ما يشكون من اي باس يا رب كلكم انتم المشاهدين واللي تسمعون ادعوا ان الله يعافي كل المرضى اللي يتعالجون خارج الدوله وداخلها ويعافي كل مسلم لكن بالاخص اللي يتعالجون في من الامراض القويه المستعصيه اللي لهم دهر في العلاج ترى هم محتاجين للدعاء محتاجين لكل كلمه طيبه جزاكم الله كل خير هم هاللي تشوفه ما في شيء مال قرقعان مال خرخشان هذا مال الناس الراكزة الفي آي بي الناس أبوي اللي تحب شيء الكلاس الراقي ما في هذا صليج وبليج وشيء يزقر يرحم من بعيد لا هذا ملبوس الرجال النمونة ترى الرجال ترى الرجال اسمه رجال نعم. يبين من لبسه اي والله يبهرق بين الرجال والرياييل الرياييل كل قط هذا لابس من كل شيء زريف الطوب ولا هذا ما شاء الله هذا ملبوس الرجال فيه اخي شو ها شو تنعالك ابيض وانت ها بني ها شو قايل هذا كله نفس المستوى فلذلك تلقط اكثر الاقبال الناس اللي راكزه وفيها حاسيه تاخذ من الماركات شوف غالي ما اقول لك لا لكن الزين غالي ثمن من استوت الدنيا الزين للزين. هي نعم. والزين يا ابوك عندك يا الله يحفظك. يا زود عرسنا يا اخي يلا سلم حبيبي. في ذات الله سبحان الله. يلا مع السلامة. يلا تعال. سيف. سيف ابو سيف. هذا تعرفه محل تليفونات اللوتس. ايوه. ما بتصور وياي؟ بيوديك للان. بوديك كندورته خايس لا ودي ولا عنده خبر. يلا يلا يلا. اللي يخيس قنادير انا ما ودي ولا ترمسني ولا دانيك بعيشة الله. رضيت عدو ولا على هواك طالعني بعين بغاضة محارب انك ولا تكلمني 13 يوم يلا شلوا لكم سلام عليك الورد عليك السلام كيف انت كيف حالك سلام عليك ابوي كيف حالك كيف انت صبر يا ابوي صبر هذا حينه من عقب هاك اليوم من عقب الضروس الدكتور الاسنان اشوفك ما شاء الله غادي الابتسامه طار الوجه بعض من ما عندك ما شاء الله يعني اكتسب هذا كله هذا كله من هاي بركات خدك ما شاء الله هذا كله من عقب مستشفى بارجين الله يطول عمرك نعم هو وانت بخير والبركه الله يسلمك خير في وجهك يا الله تابع خالد الخالدي ترى هو اللي يمثل الوطن والهويه الوطنيه اللي ما دوب حزنك الله يطول عمرك اخوكم الصغير حارب السويدي يتشرف وجوده مع خالد والله مليون مليون والنعم الله يطول عمركم ان شاء الله يحفظك الله يسلمك هالرجال الله عليك منو هذا واحد من مخاوي شمه اسمه عبد الله الله يطول عمره نعم عبد الله بن سنان نعم شو اسمه بن خادم لا زي يا اختي ليش تفضل لا هذاك المفروض هذا المفروض تشابه هذا راعي بزنس الله يسلمك كيف انت صديق وعزيز وغالي علينا جزاك الله خالد الخالدي الظاهر انه مخلص بزنس وياي ونحن بعد نسوي بزنس وياه الله يسلمك الله يطول عمرك ايش حالك يا حارث كيف انت الله يطول عمرك خبرك كم من ساعه شوفه الله يطول عمرك هذا من سعد حظ اني اشوفك بالصدف وفي اماكن فنانه الله يطول في هالمون الفخم اللي كانك جالس في قصر من قصور فرسان يا سلام يا سلام يا سلام كلامك ترى ما شاء الله ليش لان هذا مارينا مول مكان وايد فنان صحيح راقي ما كأنه مش مثل المولات العادية صحيح مثل المول اللي كأنك داخل بيتوتي صح. كأنك جالس في قصر نعم شيء فخم وغالي وفنان فخر أبو ظبي طريقة ترتيبهم فنانة نعم يسد إنه في ريحة أبو ظبي صحيح شيء في ريحة أبو ظبي غادي ريحة غالي لابد منه يا سلام الله يطول عمرك إن شاء الله شايف الخاطر الله يطول عمرك إن شاء الله حياك عمرك الأخر بعد هني دي بعد ما خلصنا زين ما يبعد راحات هذا أبوي عرف أنت عن عمرك الحكيم السويدي إيه هذا عبد الحكيم السويدي هو هذا الرجال اللي له باع طويل عريض في صندوق الفرج يعني الله يحفظك ويبارك فيك مشكورين على كل الجهود اللي تقوموا بها لخدمة المجتمع في صندوق الفرج جزاك الله خير ابو محمد انت صراحه ما قصرت يعني شيء سبحان الله واحد يقرا جرايد يقرا الاشياء هاي وفجاه يتفاجئ بشيء نحن نقوم به هذا واجب علينا اي والله اني فرحت وفرحت العرب كلها بمجهود اللي تقومون فيه
يعني شيء وايد جميل اخوي هذا الشيء. رب العالمين ياجركم يطرح فيكم البركة وفي عيالكم إن شاء الله على اللي تقدمونه من خدمة في خدمة المجتمع. الله يطول عمركم محمد، هذا واجب علينا وهذا عمل إنساني. جزاكم الله كل خير. الواحد اللي يقوم به إنه رواحه يحصل أجر يعني. الله يفرحكم مثل ما تفرحون عباده. دوينا إن شاء الله على هالعمل هذا ونستمر فيه. إن شاء الله. وجزاكم. شكرا لك خليت منك. على الله يحفظك ويسلم على الجماعة اللي يشتغلون عندكم في صندوق الفرج من أكبر واحد لين أصغر واحد. الله يطول. شكرا لك خليتنا، جزاك الله خير. شكرا حبيبي، شكرا. هذا سعادة عبد الحكيم السويدي الأول قابض الله يحفظكم صندوق الفرج، وخلاف قبض صندوق الفرج ومدير عام سجون الدولة بإمارة أبوظبي. رجل خدوم نفاع يحب الناس كلها، وفي الشوفة ومكتبة طلق للعرب كلها، يعني الله يحفظه ويبارك فيه. قطر يعني أفداك، أنا قبلت عزيمتكم في هالمكان الفنان المبروك. نزيد لكن أنت ما جيت أنا وسلمت يا غير ما عرفتني على الجماعة. هذا الرجال منو؟ عمر المهيري. والله والنعم. وهذا زعل المرض. والله والنعم. سيف رميدي. والله مليون مرحبا. حياك الله. مليون مرحبا أبو هناد. نزراوي كبير وريال متعصب. لا إله إلا الله. أيوة. هذا يعني شري في المواضيع الرياضية. والله بالنعم. يا مرحبا بكم بمطار. أعطيك معلومة، الرجال نشط في السناب وفي الانستغرام. أتعلم. ما شاء الله ما شاء الله عليه. يا الله يحفظه. مبارك فيه. هذا تواضع بعد مذيع المعروف. يا الله يا الله يا الله، هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف العرب. يا الله. يا رب عمر عاد بتاع الديبة هنا حول من 15 سنة. لو 20 20 ها؟ سموني والله بيتكم. هي بيتنا عند في البحر. هي نعم. الحين أيكم أصوركم لو ما تبون تصوير أنتم؟ أيوة الحين أنت منو بارك الله فيك؟ والله والنعم. وأنت؟ ما؟ محمد الكافي. كهفي؟ كعبي. كعبي زيختني حقيت كهفي؟ أنا صار بالي بعيد كهفي كيف شكلك هالنمونه تروح منو الحبيب أنت؟ والله والنعم. أخيراً ابتسمت قبل شوي مويم يا رجال. شو قادي شري بعد حي شواربه يا الله يحفظكم. يا مرحبا يا مرحبا. بعد تصورني وأنا ياس أصور؟ يا رب الله تقبل بهين أنت. الله يحفظكم. حين ظهرت من مارينا باتجاه مدينة محمد بن زايد، فقلت في خاطري ليش ما خاطف بيت قوم محمد ثاني رميثي، وهذا بيت وحين يأينهم لهود ولهدة أديبهم ما يندرب كم من شهر ما يتبع، وحين يأينهم إن شاء الله يكونوا موجودين يعني داخل محمد ثاني ومرشد مرشد بن ثاني و شباب كلهم. وخلاك عيون لا تطري اني ظهرت. انزين بيهم على غفله. احلف حيتابعون حشي ابوك ما حد يرمي يدس شيء. ابوي قالوا عزروا علي اللي يودوني الخيمه خيمه الشباب الصغار، وهني عاد كله هناك هاي هالميله الكبار عاد في السن، وحين قالوا لازم تخط تسلم على الشباب في الخيمه. وقلنا لهم ان شاء الله. انت من وحين ابوي؟ منصور سند غيث. والله والنعم. منصور بن سند بن غيث. نعم. والله والنعم. وانت ابوي منو؟ صد جاي خادم بعلام القبيسي. انزين ها شوي شوي عاد. ايش حالك حبيبي؟ والله خير. متي محني في الخيمه يعني قوم بن حموده عندك، وقوم بن حمد بن سير كتبي، هي قوم حمد الحرف، هي كلهم جالسين في الخيمه. انزين وين الحين الباب وين؟ السلام عليكم. ولا حد يتكلم منكم، سكتوا. خوز هب العود تعال ياي. وين ساير؟ تعال افتح الباب افتح. ما شاء الله ينعمون. اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم وكيف انتم؟ والله مليون مرحبا. يلا بنسلم عليكم. ثاني محمد ثاني مرحبا. كيف حالك؟ خير. كيف انت؟ هالفكرة وين يذكم بصرة الخيمة هذه الحين؟ هاي العام بعد نفس الشيء؟ نعم كل سنة إن شاء الله. لا وهاي تصريح ولا بدون تصريح؟ إيه بتصريح. صدق والله؟ إيه الحكومة يعني من البلدية. نعم يعني إيه مرة كل شيء.
ويبو هم يبدوا لكم كهرباء وكل شيء مره كل شيء بعد مخرج. لا والله زين زين البصره ما شاء الله متيمعين مخاوين شمي على الله يحفظهم. ايش حالك؟ الحمد لله بخير. انت محمد عرفوا الجمهور هذا؟ ايه؟ لا محمد بن سيد مرحبا محمد بن سيد كتبي الله يغفله وهذا الله والنعم هذا زايد زايد محمد بن سيد كتبي والله والنعم والنعم ايش حالك حبيبي؟ الحمد لله بخير كيف انت؟ والله الحمد لله بخير يا مرحبا ابدا نفس حياة ابوك لا اله الا الله نفس الشكل سبحانك يا رب يا الله يغفر لابوك اكرمكم الله مشكورين وما قصرتوا يا الله يحفظكم سلموا على كل من يعز عليكم يلا في مال يا شباب يرس حبيبي لا لا بسير اتمشى انا لا لا ما اريد سياره ما اريد سياره هذا 40 متر بيننا وبينهم وتمشي خالد جريب يعلني افداك محمد جريب يعلني افداك جريب لا لا ماشي رطوبة اسمعك اشوف سناب تسوي رياضه اي هذا خير خير والله خير ما شيء خير على الرياضه والله هذا وانا خرب الحين شيب لا والله لا لا رد حبيبي لا رد هذا البيت جريب ابوي هنا الخيمه والبيت يمكن 5 بيوت وعزروا علي اللي هم يوصلوني احمد سير داخل ما يندرى منو داخل منو عندهم منو ما عندهم الله اعلم ابو ثاني سلام عليك كيف حالك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو ثاني المبارك عليكم ما تبقى من رمضان ويجعل ان شاء الله ما صمتوا خير وبركه واجر والله ياجركم انزين ابو ثاني الحين انا جينا الميلس الحين هالجماعه من هالرجال من هالحلو والله والنعم هالرجال فنان ماي بن عبد الله هذا ماي بن عبد الله والله والنعم انزين زين هذاك الرجال عبد الله وخلبان الهاملي والنعم والنعم هاربيعنا الاول في البحر هذا حافظ يا حافظ يا حافظ وهذاك يبلى عليك هذا بنقرونه بنقرونه محمد بن مطر ايوه من الصبح بسفره وعقال وحين اختلف محمد بن حدبور والله والنعم عمر حميد والله والنعم اي هذا مرزوقي زين طارق الهزيم اخ طارق المسعود ثاني اي وثاني مرسل والله والنعم ثاني ثاني والله مليون مرحبا 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 بالورد عاد يبغي حرمه الحين يدور ثاني اللي عند ابوي ثاني بنيه ثاني ها بخطب لك مره من وين عاتبه من البطين من المشرف المشرف من البطين بطين. ليش من البطين لا لازم البطين أربع كان ابوك خذ أربع انت بتاخذ أربع انا ما اخذ أربع ما شاء الله ما شاء الله سال ولدي هي يلا الله يحفظك شيء شيء فاكهه هذه اللي تشوفونها شوفوا الفاكهه هذه هذه شكلها اللي بيشوفها بيتحراه فراوله وهي على الله يحفظكم نوع من انواع التوت او الفرصاد شوف دالها صلامه صغيرونه اخبركم شكر ريد زين ترياك الجمال شو صلى متى لكن هالشكر ريد شيء لا صار ولا استوى يقولون هاي فاكهة تنياب من الصين من اليابان اليابان توني يا من اليابان ما شفته ولا ما كان موسمها هي والله شيء عجب لا صار ولا استوى هذه عليكم هذا كم ما ادري وين يبيعونها على